هو ثم ملفات نعاود نقولوا معناتها خارجيه، معناتها مع لي زانستونس انترناسيونال، مع الفيفا، وفما ملفات في معناتها محليه مع لجنه النزاعات في جامعه وسيله كره القدم. ملي تولينا التسيير في الافريقي في اللي تعدى، كانوا عندنا دونك 15 ملف بلوس لو 16 اللي جاو كور دو روت تاع مختار بالخيثر، وكانت كما قلنا من النهار الاول الهدف نتاعنا اللي هو كونو نجيريو بار اورجونس، معناتها لو بلوس اورجون اي لو بلوس امبورتون. معناتها ما نجمش اليوم معناتها نحط فلوسي الكل مثلا ولا جهدي الكل في ملف عندي فيه 4 شهور ولا 5 شهور وقت باش نسكره، دونك قعدنا ونجيب نسبق عليه الملف المستعجل. فوالا المستعجل علاش؟ مش خاطر مشكل تاع السيوله، فهمت؟ دونك اون جير ان بيدجي، مي في الاخر الحمد لله خلطنا باش سكرنا 16 ملف مع الفيفا. ووقت اللي سكرناهم دونك كيما تكلمنا وصرحنا، تكلمت انا في احدى الاذاعات وتكلم معايا الاستاذ طارق العليمي، وقلنا للاحبين الفريق الراي العام لكونه صحيح، دونك رفعنا عمليه منع انتداب، نحينا المنع، ونا ايفيتي لي سانكسيون سبورتيف اللي هما كانوا الحاجه المختره، سحب نقاط وحتى ايقاف نشاط، اللي جانا حكم في ايقاف نشاط كما خلصوش تاع مختار بخيثر، واللي كونوا فما نزاعات محليه فيها اللي شاكي فيها اللي عندهم حكم ابتدائي، وفيها اللي فيهم حكم استئناف. في الملفات هذوما دونك ثم ملاعبيه كانت معناتها تنشط معانا في الفريق في الوقت معناتها عامله وعندها احكام وتلعب معانا، دونك الحمد لله لقينا حل مع 6 ملاعبيه اللي هما كان ذكرهم 8 وقتها، صابر وبلال وحمزه وسيف الشرفي ومهدي الوذرفي حمزه العقبي قلت له غازي عبد الرزاق، دونك لي سي جوار هذوما، دونك لقينا معاهم حل وتسكر الملفات نتاعهم. مازالوا فما زوز ملفات بالنسبه للاعبين اللي كانوا معنا خليل. احمد وزهير هذوما عندهم احكام ابتدائيه وقتها، هذوما الناس وسام يحيى، وسام عنده حكم استئناف، وسام وعاطف تخيلي عندهم احكام. قداش الثلاثه هذوما قداش توتال؟ تاع شكون؟ زهير زهير الذوادي واحمد خليل وسام يحيى. ثلاثة مع بعضهم يفوتوا 3 مليارات. يفوتوا 3 مليارات على ديزيش، على نحكيو على معهم حتى حل ودي لحد الساعة نحكيو على ملفات قضايا ما ترفع ضد النادي الافريقي بور دي زونكور قبل فيفري 2021. راه معناتها ثلاثة بنات بعضهم يفوتوا 3 مليارات. انت قلت حسب كانوا ينشطوا معنا، يعني صفحة وسام يحيى وصفحة احمد خليل حتى صابر فيفا. لا معناتها عم ناول ما تلعبوا في كومبيتيسيون ابار لي دوسيي اللي نجيرو فيهم في الفيفا اون جيري اون بلوس دي دوسيي نتاع الناس اللي تلعب معاك، اللي هو اليوم زاد معناتها كالكو بار ابجل شويه، خاطر هما باش تعمل عليهم كل نهار احد، باش تعمل عليهم كل نهار سبت، فهمت؟ دونك بيان سور الباب ديما محلول، معناتها يقعدوا كيما قلتها قبل ونعاودها، يقعدوا ديما معناتها ولاد الكلوب ديما الباب محلول. هذه الاجابه، وان شاء الله نتخيل معناتها. شوف الكوره راه ما تعطيهاش امان ولا معناتها اللي ما عندكش معاه حل اليوم تشترك معاه حل الغدوه، اللي معاه حل اليوم تنجم تسكر معاك غدوه. يعني وارد انه الراو ثلاثي هذا الراو ليش؟ شوف نحكي اداريا رياضيا، ما نجمش نتكلم معاك في حتى موضوع رياضيا، فهمت؟ نحكي معاك اداريا انا كهو. وعندنا زاد عده ملفات اخرين دونك في تونس كيما اللي فيهم احكام استئناف، كيما علي العابدي، كيما منو بالحداد، كيما سامي الهمامي، كيما هذوما زاد ملفات بون ما فيهمش دي سانكسيون سبورتيف، فيهم دي سانكسيون خاطر يمشيو لازم يخرجوا خاطر استئناف، لازم يخرجوا ديجا حقهم. واللجنه القانونيه نتاعنا الحمد لله معناها جوست احنا معناتها الافونتاج الوقت الحالي محامين نتاع النادي الافريقي واللجنه القانونيه المكلفين بالملفات هذايا ما ثم رياكتيفيتي، معناتها ما يجي دونك ملف ما خليهوش يرقد دونك رياجي ديريكتومون كو سوسوا دونك دونك ناقفوا الرافع على الملفات هذايا، معناتها ملفات نربحوا فيها، كيف نقولوا نربحوا مش معناتها عبد طلب فلوس ونعطيه صفر، معناتها نطيحوا في المونتون ذيك نعطيه حقه كيما يرى النادي نيغوسياسيون، نقصنا 100 نقصنا 200 لا مش نقصنا لا بالقانون معناتها بالمرافعه معناتها بالجلسات، فهمت؟ معناتها لازم يطلب لك 100 والنادي الافريقي راه اللي هو لاج وهذاك حقه 40، النادي الافريقي دافع على 40 ويعطيه كان 40، معناها فهمت؟ في الاخر كل واحد بيحاول الله باش ياخذ حقه. دونك مع اللاعبين هذوما دونك ثم ملفات اخرين جايين في الفيفا كيف بور دي سينياتور صاروا قبل فيفري، وذوما يخصوا اللاعبين اللي تم اونتر جيمي انتدابهم وما تمش تاهيلهم، اللي هما لاعبين جزائريين بوتمان من نصر حسين داي مثلا. فوالا انا باش نسمي لك هو عامل حتى كي طلعت وقتها في قناه التلفزيون قلت للنادي الفريق الهيئه قبل ما تتسلم كان عندها 11 ملف بوتونسيلمون باش يكونوا قضايا، سكرنا منهم 7 بالكلمه قلت، وإيفكتيفمون هذاك اللي صار سكرنا منهم قعدوا 4 سكرنا 7، سكرنا حسين عياده، سكرنا العمري اللي يلعب في الاتوال، سكرنا الفرحي، سكرنا ساوره، سكرنا بوتمان، سكرنا النعيجي لو جوار، سكرنا
7 دوسيي اون تو. قلت لو جوار يعني قاد الكلوب. بالضبط. دونك قعدوا دونك 4 دوسيي اكتوالمون لانستونس اللي هما الدوسي نتاع دوسي تاع شمس الدين نغير اللي هو اللي هو طلب 50,000 وحكمت له التاس في مونتاج خاطر لجنه قانون النادي الافريقي. ما لعبوش رشيده. ايوه ما عندهم عقود مصحين مع النادي الافريقي. ترينيو. لا لا لا. تم تاهيلهم جمله. دونك هذايا في مونتاج. مونتاجنا الفروق. بحول الله دونك باش دونك بطبيعه الحال مع النادي الافريقي باش يخلصوا هذا الحكم النهائي تاع التاس. اللي هو يتسمى شويه مقارنه بالمبالغ. انا ما نحكيش على المبلغ نحكي على الملف ديما. اهم المبلغ خاطر كل ملف فيه خاطر هو المشجع يا رشيد مشجع نادي الافريقي البسيط تغيضوا معناه كي يجي ملاعبي ما يلعب حتى مباراه بقميص النادي الافريقي او غادي توسم وياخذ من بعد 18 ولا 20 ولا 200 ولا اللي هو المبلغ هذا كيما الزوز كامرونيين ولا الكامروني اللي تصوروا تشوفهم فيسبوك فريمون معناها جماهير النادي الافريقي تتحسر كي تشوف واحد معاه لا صله له بكره قدم ياخذ مليون لكن انا تو نحاول نكون محترف شويه فهمت ولا برشا برشا ولا شويه برشا باهي هذا شمس الدين غير 18,000 فرو بالضبط الاخرين ثلاثه ملفات جيل باهي دونك شيكي 190,000 وان شاء الله 190,000 فرو دولار دولار وان شاء الله النادي الافريقي دونك دونك خلصنا التاس دونك باش نترافعوا عليه الملف وان شاء الله نربحوا بلا جيل باهي مش كان عنده اتفاق مع هيئه الافريقي انه يعني يمشي ويرجع يمشي يلعب في البرازيل ويرجع ما وصلناش معاه الاتفاق ما عنده كونترات يضمن له حقه كامل يا اخي سامحني زاد ما فما فما يا اخي تو واحد ينجم ياخذ فلوس حرام زاد يا خويا تو ما عرقتش عليهم يا خويا عنده كونترا في نعرف عنده كونترا دخلت بينا في متاهات اخرى فما زاد حتى جوار حتى جوار زاد شويه عيب ممكن انت اسامه انت ترى امورك باهي مش تاع بنقردان يا اخي مش مشري بالفلوس هذا مشري بالضبط قداش مشري جيل باهي من اتحاد بنقردان 500 مليون نحكي على الظروف اللي تحكي فيها الكونترات وهذا موضوع اخر مع تلفزيون باهي الميكرو ترى ظروف اللي دونك 18 و 190 190 ان شاء الله يقعدوا ملفات اخرين هذا ماشي به في التاس باش نرجع نلعب وعنا ملف تاع بارادو اللي هو فريق نعيجي نعيجي دونك يطالب قداش؟ الفريق طلب 130 ومشينا به في التاس وطاح الحكم ل 70 دونك ربحناه تسماوه معنا الحكم خاطر هو طلب 130 اللي هذا بيدو ما لعبش بيان سور هذا فريقه مش هو خاطر هو سكرناه قبل ما نشدو والملف الرابع هو نصر حسين هو نهدى هذاك في حل ان شاء الله سهل معنا يطالب 200,000 فرو نصر حسين في حل سهل برشا هذاك بحول الله هذوما بحول الله هذوما دي دوسيي هذوما دي دوسيي كونو جيران اللي قاعدين نجروا فيهم دونك معناتها نعلم الجمهور ماهيش معلومه باهيه وكل لكن ينجم يكون قاعد ويهبط اخبار النادي الافريقي مهدد بالملف ولا لان في بالهم في بالنا بهم ملفات قاعدين نجروا فيهم وان شاء الله بحول الله باش نوصلوا للحلول فيهم الكل كسوا بالخلاص باش نسكروهم بحول الله وقتاش سي اون كور سونو لا بريوريتي الاورجونس اي بان هما المستعجلين لازم تخلصوهم توا نقولوا في ظرف 45 يوم ولا خاطر الفيفا متابعه لك تقول لك عندك 45 يوم خلص ان هما المستعجلين هذوما اللي سميتهم لك ان شاء الله نحاولوا نسكروهم لو بلوتو هذوما معناها الافريقي مطالب بالخلاص فيهم في ظرف 45 يوم لا اكثر شويه مازال ما عندناش فيهم دي ديدلاين هذوما انا قلت لك مثلا جيل باهيا مشينا به للتاس معناها دونك دونك ديجا عندنا مازال عندك الوقت عنا في جيل باهيا اما ليه اون فالي جيري اون فالي باش نخدموهم معناها بالواحد بالواحد وبحول الله دونك يتهناوا الجمهور